حدثنا قتيبه قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمى عن ابي عثمان النهدي عن ابن مسعود ان رجلا اصاب من امراه قبله فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فانزل الله اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله الي هذا قال لجميع امتي كلهم